والبداية ستكون مع هيئة الأرصاد الجوية وأيمن عماد الذي نرحب به. بالطبع ينتظر أن يشهد اليوم الخميس طقس حار على أغلب سواحل البلاد ومناطقها، أيمن، على أن تهبط وتنزل ولو قليلا درجات الحرارة مع ساعات الليل. ما الجديد لديك فيما يخص هذا اليوم والأيام المقبلة أيمن؟ تحياتي لك. بالفعل ثالث أيام رمضان بيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع للشمس على معظم أنحاء العاصمة، ولكن هل هذا سطوع الشمس ودرجات الحرارة بتعم معظم المحافظات؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال ضيفنا الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتحاليل بهيئة الأرصاد. دكتور، يعني بعد التحية لو تطلعنا، هل يعني ارتفاع هذه درجات الحرارة بيعم معظم المحافظات ولا بيختص محافظة بعينها؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهنا ان في موجة حارة بتتعرض لها البلاد مع ثالث أيام رمضان، وبتستمر معنا هذه الموجة على كافة محافظات الجمهورية، بتشمل محافظات الجمهورية كاملة بداية من النهاردة، وبيستمر هذا الارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة على أن يكون ملحوظ جدا مع بداية الأسبوع القادم أيام الأحد والاثنين القادمين بإذن الله. هي تعتبر ذروة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، يعني احنا بنقول زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة على جمهورية مصر العربية بتعمل على رفع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وبتصل ذروتها حد والاثنين إلى 40 درجة مئوية على شمال البلاد، وإلى من 41 إلى 42 درجة على مناطق من جنوب البلاد. طبعا السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، حتى محافظات شمال الصعيد في أيام الحد والاثنين فعلا درجة الحرارة ما بين 38 و40 درجة. جنوب البلاد هنا الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، حلايب، شلاتين، هذه الأماكن، الوادي الجديد، هذه الأماكن تصل درجة الحرارة بالفعل إلى 42 درجة، وزي ما قلت لحضرتك ده يوم الحد والاثنين. إنما النهاردة لسه تعتبر درجات الحرارة في بداية ارتفاعاتها. القاهرة العاصمة على سبيل المثال النهاردة متوقع عليها 30 درجة مئوية خلال فترات النهار. درجة الحرارة المحسوسة اللي احنا بدأنا نضيفها في النشرة الجوية عشان السادة المواطنين إحساسهم بدرجة الحرارة هم موجودين بره في الشارع بتكون أعلى شوية من درجة الحرارة المسجلة، يعني لو قلنا القاهرة 30 فالمحسوس بها حوالي 31 درجة مئوية. أيضا محافظات سواحلنا الشمالية بتتراوح فيها درجات الحرارة النهاردة من 26 ل 27 درجة، جنوب البلاد بتتراوح فيه درجة الحرارة من 33 إلى 36 درجة مئوية، ده طبعا خلال فترات النهار. لسه احنا بنقول احنا بنحذر من عدم تخفيف الملابس في فترات الليل، لان رغم ارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار الا ان الفارق بين العظمى والصغرى احيانا هيزيد عن 10 درجات مئويه، بل وهيصل خلال الايام القادمه الى 15 درجه مئويه. فعشان ماذا عن نشاط الرياح؟ لا، هو نشاط الرياح خلال هذه الايام بيزود، يعني بيقلل شويه من احساسنا بارتفاع درجه الحراره، خصوصا لو واقفين في اماكن ظليله. عشان كده دايما بنقول اللي موجود خارج المنزل في وقت الظهيرة أو فترة تسجيل أعلى درجة حرارة اللي هي من 12 الظهر للساعة 3 العصر تقريبا، في الفترة دي بقدر الإمكان ما نتعرضش لأشعة الشمس فترة طويلة في هذه الفترة. واللي بتضطروا أعماله بقى في الشارع إن هو يتعرض لأشعة الشمس يلبس غطاء واقي للرأس بتحميه من هذه الأشعة. دكتور، يعني بعد انتهاء الموجه يوم الاثنين المقبل، هل يعني درجات الحراره ستعاد الانخفاض مره اخرى لدرجه البروده ولا هيبقى في استقرار؟ هيكون في طبعا انخفاضات تدريجيه وهتكون ملحوظه كمان مع نهايه الاسبوع في درجه الحراره، عوده مره اخرى الى المعدلات الطبيعيه. البروده اللي حضرتك بتتكلم عليها دايما ممكن بنستشعرها في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح، وده اللي بيخلينا نقول للساده المواطنين ما نستعجلش على تخفيف الملابس بشكل رسمي خلال هذه الفترة، ولكن مع متابعة النشرة الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية كل يوم أيام ارتفاع درجات الحرارة نبدأ نخفف ملابسنا، وأيام ما بنعلن عن انخفاض درجة الحرارة مرة أخرى نعود تاني إلى ارتداء الملابس، مش هنقول الشتوية بشكل كبير ولكن إلى حد كبير نلبس ملابس ربيعية زي ما بنقول. شكرا دكتور. يعني هذا ما تفاصيل درجات الحرارة لثالث أيام شهر رمضان والأيام المقبلة إلى أن تنتهي هذه الموجة يوم الاثنين المقبل. إليك شكرا جزيلا لك أيمن عماد، مراسلنا على الهواء مباشرة من مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منضما إلينا على الهواء مباشرة.